الأدلة من القرآن والسنة على وجوب تغطية المرأة لوجهها بين يدي الآن 20 دليلا لعلي أن أسرد لك ما يتيسر منها. أما الدليل الأول فهو آية الحجاب، لما قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ماذا يفعلن يا ربي يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذه الآية صريحة في وجوب ستر الوجه على جميع نساء المؤمنين، أن يسترن الزينة عن الرجال الأجانب عنهن. والجلباب هو اللباس الواسع الذي يغطي جميع البدن، وهو بمعنى العباءة، تلبسه المرأة من أعلى رأسها مدنية له، أي مرخية له على وجهها وسائر جسدها، ممتدا إلى الأسفل حتى يستر قدميها. وهذا الستر بالجلباب للوجه ولجميع البدن هو الذي فهمه نساء الصحابة، يعني كما أخرج عبد الرزاق عن أم سلمة قالت: لما أنزل الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن قالت: خرجت نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها. تقول على طول نفذنا هذا الأمر. الدليل الثاني قول عائشة رضي الله عنها كما عند أبي داود، لما قالت: والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل، لقد أنزل الله في سورة النور الأمر بحجاب المؤمنات، فقال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ولا يبدين زينتهن، لاحظ كررها مرتين في سطر واحد. قالت عائشة: فسمعها الرجال ثم انقلبوا إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله فيها، يتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذات قرابته، قالت: فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها، والمرط هو كساء من قماش تلبسه النساء، فاعتجرت به أي لفته على رأسها، وقامت بعضهن إلى أزرهن فشققنها واختمرن بها، يعني الفقيرة التي لم تجد قماشا تستر به وجهها أخذت إزارها وهو ما يلبس من البطن إلى القدمين، ثم شقت منه قطعة غطت بها وجهها. تقول عائشة: تصديقا بما أنزل الله في كتابه وإيمانا. قالت: فأصبحنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات، يعني قد لففنا رؤوسهن وجوههن كأن على رؤوسهن الغربان. والدليل الثالث عن أم عطية أنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالخروج لصلاة العيد، فقيل له: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، ما عندها عباية، فقال صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها. وهذا صريح في منع المرأة من البروز أمام الأجانب عنها بدون جلباب. الدليل الرابع قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ولا يرتاب عاقل أن كشف المرأة وجهها هو إغراء للرجل بالنظر إليه، ولهذا قال تعالى بعده: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ثم قال: ولا يبدين زينتهن، أي لا تبدي زينتها ليستطيع الرجل أن يغض بصر. الدليل الخامس قول الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني يحرم على المرأة إذا مشت وهي لابسة خلاخل في قدميها، والخلخال كما تعلم هو نوع من الحلي كالأساور يلبس في القدم ويكون في قطع من ذهب جنيهات صغيرة، فإذا مشت المرأة بسرعة ظهر لهذه الحلي صوت، فنهى الله تعالى المرأة إذا مشت عن أن تضرب برجليها حتى لا يسمع الرجال صوت الخلاخل فيفتنون. شوف سبحان الله، يعني يا جماعة إذا كان هذا حراما، إذا كان المرأة منهية أن تضرب برجلها الأرض بقوة حتى لا يسمع الرجل صوت خلاخلها فيفتن، فما بالك بالله عليك بمن تكشف وجهها وينظر الرجل إلى شفتيها وخديها ووجنتيها وعينيها، يعني سيفتن بصوت الخلخال ولن يفتن بهذه المحاسن، إن هذا شيء عجاب. الدليل السادس أن الله تعالى رخص للمرأة العجوز الكبيرة الطاعنة في السن، رخص لها أن تضع من ثيابها، يعني أن تكشف حجابها وتتخفف تخفف على نفسها من الخمار والجلباب، كما بين الله تعالى أنها إذا احتجبت فهو خير لها إذا كانت لا ترجو نكاحا ولا فتنة فيها ولا جاذبية، فقال سبحانه: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ثم قال: وأن يستعففن خير لهن، يعني المرأة الكبيرة في السن يجوز لها أنها تكشف وجهها لأن قد يشق عليها لبس الجلباب ولبس الحجاب، فإذا كانت هذه قد أذن الله تعالى لها أن تكشف وجهها، لو جاء واحد وقال: لا أصلا كل النساء يكشفن وجوههن، نقول: إذا المرأة الكبيرة في السن أذن الله تعالى لها أن تكشف ماذا؟ إذا كان لن تكشف وجهها لأن كل النساء يكشفن وجوههن، إذا أذن الله أن تكشف أي شيء زايد، معناها أن النساء الأصل أن تستر وجوههن، وهذه أذن لها بكشف وجهها.
الدليل التاسع قول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. طبعا هذا نص صريح في وجوب تغطية الوجه، يعني يقول الله وإذا سألتم يا ناس، إذا سألتم يا صحابة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتم نساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج سألتمهن متاعا أي حاجة، كيف تسألونهم، كيف تتكلم مع المرأة؟ قال الله فاسألوهن من وراء حجاب، يعني من وراء ستر بينكم وبينهن ولا تدخلوا عليهن بيوتهن. لماذا يا ربي؟ قال الله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يعني محادثتك للمرأة من وراء حجاب من غير أن تراها هو أطهر لقلبك وقلبها، حتى لا تؤثر نظرة العين في القلب ولا يقع في قلب الرجل أو قلب المرأة استملاح أو إعجاب، بل يبقى القلب طاهرا لأن الرجل يكلم المرأة من وراء حجاب فلا يكون للشيطان عليهما سبيل. فبالله عليك لما تكشف المرأة وجهها ويبدأ الرجل وهو يتكلم معها ينظر إلى حركة الشفتين وينظر إلى بسمة الفم وينظر إلى الوجنتين وإلى الخدين وإلى العينين، ثم نقول لا والله هذا ما في فتنة. إذا كان الله تعالى يقول خل بينك وبينها جدار، كلمها من وراء الباب، اسألوهن من وراء حجاب، كيف يأتي واحد يقول لا والله يجوز كشف وجهها وأنها تكلم الرجل مباشرة؟ الدليل الذي بعده قول الله سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن، وهذا هو الدليل الثامن، قول الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يعني نهى الله تعالى المؤمنات أن يتساهلن بإخراج الزينة والتبرج كما كانت تفعل النساء في الجاهلية الأولى. طيب سؤال، النساء في ذلك في تلك الجاهلية ماذا كنا يكشفن؟ كان الرجال فيه يعني شديد الغيرة، وقد تقوم الحرب بين قبيلتين لو اكتشف رجل أن رجلا غازل امرأته أو تعرض لها. ففي ذلك المجتمع تتوقع يا أخي الكريم وأختي الكريمة أن المرأة ماذا كانت تخرج من جسدها وهي تمشي بين الرجال؟ إذا كان الله تعالى يقول للمؤمنات المسلمات انتبهي لا تتكشفي كما كانت تتكشف المرأة في الجاهلية، طيب يا ربي المرأة في الجاهلية ماذا كانت تكشف؟ تتوقعين ماذا كانت تكشف في ذلك المجتمع الشديد الغيرة؟ ماذا كانت تكشف؟ الفخذين، الصدر، الكتفين، الظهر، الشعر المسدول الذي تلعب به الريح فيزداد إغراء، ماذا تتوقع؟ لا شك أنها كانت تخرج وجهها وقد يخرج شيء من شعرها، وإن كانت أكثرهن تغطي وجهها أيضا كما يتبين ذلك من خلال أشعارهم، فمن خلال أشعارهم فنادى الله تعالى جميع المسلمات فقال جل جلاله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يعني انتبهي أن تكوني مثلها. الدليل التاسع، معلوم أن المرأة إذا أحرمت بالحج والعمرة فإنها تكشف وجهها كما أن الرجل إذا أحرم يكشف رأسه، فكانت الصحابيات في الحج والعمرة يكشفن وجوههن إذا كنا في وسط الخيام أو إذا كانت الواحدة منهن جالسة مع زوجها أو محارمها، أما إذا مر بهم رجال أجانب فماذا تفعل المحرمة؟ استمعي لي واستمع لي لأمك عائشة وهي تحكي حالهن. قالت عائشة رضي الله عنها كان الركبان يعني الحجاج يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا إذا مروا بنا قريبا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها. عائشة تتكلم الآن عن النساء، مجموعة حريم يمشي بعضهن مع بعض، تقول فإذا جاوزونا كشفنا، فهذا بيان لحال عائشة أن في الحج، فإذا كانت المرأة أصلا في الحج مأمورة بكشف وجهها، شرعا ما يجوز أنها تغطي وجهها في الحج إذا كانت ليست بحضرة رجال أجانب يعني في داخل الخيمة أو كذا، لكنها إذا مر بها رجال انتفى عنها ذلك المحظور وصار يجب عليها أنها تغطي وجهها، هذا دليل على وجوب تغطية الوجه. الدليل العاشر قول أسماء رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. الحديث عند ابن خزيمة والحاكم.